السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم احنا تقريرنا مع جواز سفر راح ندور حول العالم. معنا احنا هنا في البازار الاندونيسي، في غاد هندي، في كذا، في كثير دول. مش راح احكي لكم في المقدمة كثير تفاصيل مشان تتابعوا معنا وتركزوا بالثقافات الموجودة. أول إشي بدنا نتعرف على الزلمة الغانم، بقول لي أنا كركي مبدئيا. أنت من وين من الكرك؟ أنا في مؤتة. في مؤتة، طبعا هو من طلاب جامعة مؤتة ومشارك اليوم في هذا البازار. احكي لنا اليوم شو في أكلات موجودة مميزة؟ كيف ال طيب، هاي ممكن من الأول صح؟ يس. طيب، في هاي يوجد سيوماي. هاي الشومي أصلا هي من طحن مع فيش، ثم يوجد مع بيضة، ثم مع صوص فلفل يعني بينات صوص. yes. okay. This one is مسلوق. حلو. هاي مالي يعني مقلية. هاي نفس الشيء ولكن هاي مقلية. هاي مقلية. أيوة بالضبط. هاي شو؟ هاي في الداخل طحن داخلي يوجد دجاج وجبنة. دجاج وجبنة. طبعا. حلو. حلو يعني. حلو. وهاي هاي اكيد منسف كونك كركي. هاي منسف. طب ليش مش حاط منسف؟ لا منسف فرق، هاي ديمسم. يس سبيك عربيك. يا احكي. طيب. شو هاي؟ في اس دجاج مع طحن وهاي كراب ستيك اند جزر انسايد ات. صحيح، أنا فهمت جزر، أنت احكي لنا شو هاي؟ تمام بالضبط. هاي من طحن صح؟ ثم يوجد خضروات في الداخل، ثم يخلط بيكون واحد مع دجاج شوية بس. حلو. هاي طعمه مالي. طعمه مالي. مالي. حلو، شو في كمان أكلات؟ شفت هذا، شو هذا الشيء؟ هات. هاي تشيستيك. من شو بتتكون بس قبل ما أكلها؟ نفس الشيء من جبنة يعني. من جبنة. من جبنة. ما في شيء هيك أو هيك أو كذا، عقرب حركة كذا. ممكن بس سكر شوية جبنة مع طحن. أوكي خلنا أذوق بس أجرب. رائعة جدا، يعني زي الشبس اللي باع عند أبو خالد. هلا عطيمة، هلا عطيمة في دجاج مسوي، دجاج مسوي في هيك الزاوية. عندك قاعد تبيع دجاج مسوي؟ دجاج مسوي خاص أندونيسي. خاص أندونيسي. خاص أندونيسي، دجاج مسوي خاص أندونيسي. طيب خلينا نشوف أكثر. يلا. طبعاً إحنا هسا كمان قبل شوي حكينا إنه في عندهم إشي كتير زاكي هو الدجاج الأندونيسي. فاحكي لنا عنه أكثر، كيف بتعملوه، كيف كذا. هي نعمل من دجاج طبعا، ثم يوجد فلفل حار، ثم يوجد كمان زي ملح زي سكر شوية وفهم في تلك الدجاج لأنه مشوي زي هيك بيكون أعلى شوية، بيكون قديم شوية. تمام بالضبط. وكمان في بينات صوص. في كمان صوصات. بينات صوص هي بيكون هيلو وانجريدينت سيكريت انجريدينت فور ذيس فود من هذا الطعم. حلو. جميل. جميل. جميل جميل جميل. طيب هسا يعني للامانه الريحه كثير بتشهي حلوه وجميله ورائعه، وبدنا نجرب واحده نشوف كيف يعني التجربه. نجرب واحده، اعطينا واحده من العيدان. مشوية بصوص، بتنحط عليها صوص. خلينا نشوف حار ولا
حار حار عشان حسن بحب عشان حسن بحب عشان حسن ما بحب الحار عشان ما ياكلهاش. ثانك يو ثانك يو جو نجرب اوكي ثانك يو ثانك يو جو نجرب. للأمانة والله العظيم زاكي عن جد زاكي زاكي خذ يا حسن. يعني اليوم بنحكي عن تجربة بالنسبة لي كانت كثير حلوة. احكي لنا اليوم البازار هذا شو أضاف لك وشو قدمت أنت؟ هذه برنامج نقدم لنا لنعرف ثقافة من أندونيسيا إلى أردن طبعا وكمان ثقافة أندونيسيا إلى العالم كيف طعمه كيف ثقافته وكيف نحن نعمل في أطعمة زي هيك. حلو إنه اليوم يكون في تبادل ثقافي. يعني هاي البازارات مهمة جدا يعني وبنصح يعني أي شخص بيشوف البازار إنه يجي عليه ويشارك. وفعلا انت زي كأنك مسافر على كل دول العالم المشاركة. يعني الثقافة موجودة ثقافة الأكل ثقافة حتى التراث إن كان فنيات إن كان كذا فيعني شيء جميل جدا. وكيف المنسف الكركي؟ طب ما حكيت لنا احنا حكينا لك كيف الهاي ما حكيت لنا كيف المنسف الكركي. منسف الكرك منسف الكرك زاكي يعني 100% 100% 100% حلو. تعرف كيف بنعمل منسف الكركي؟ تعرف يعني مطعم رمسي اها من هذا اعلان بلش يا ما استاذ خالد من دفعه 10 ليرات هسه. شكرا لك حبيبي شكرا ثانك يو. يلا خلينا نشوف كمان يعني كمان بزارات وخليكم معنا. واحد اثنين ثلاث اكشن. احكي لنا شو اللي بتقدم هون؟ هي زلابية استاذي زلابية سودانية مكونة من نوعين. في زلابية مع خميرة وطحين وكده عادية تتقلب بزيت العادي. عندنا الزلابية بتاعت الريف يا استاذ العزيز انه مكونة من السمنة طبعا مكونة من كاستر حليب وطحين وحاجة كده مميزة كتير يعني وبتتقلب السمنة كمان طعم يعني اجداد من زمان مميز كتير استاذي تمام. عندنا اي نعم استاذي كمل. عندنا هنا الدجاج باعتباره زي البابيكيو نحن بنقول عليه اقشي عنده تتبيله خاصه فيه تماما كمان في كسره خاصه فيه يا سيد العزيز كسره يعني عيش بتاع خاص فيه بنعمل لهم في شطه خاصه مطبوخه بنعمل فيه كمان. يعني انت انا شام ريحه لي وقعدنا عند الدجاج فاحنا بدنا نشوف بدنا نروح على الجال الثاني. وفي معانا سعاده السفير كمان حياك الله سعاده السفير حياك الله الله يعطيك العافيه يا سيدي. يعني اليوم بوجهه نظرك عن اهميه هذه البازارات وانعكاس الثقافه اليوم بين الشعب السوداني والشعب الاردني مع كافه اليوم الشعوب المشاركه فقديش هي مهمه اليوم بوجهه نظرك؟ ده يعتبر أهم يوم في تاريخ الدبلوماسية الموجودة في الأردن باعتبار أن هذه هي الفرصة عبر هذه المبرة نتوجه بالشكر كافة الشكر سمو الأميرة بسمة بنت طلال المعظمة على ما تقوم به من رعاية أولا للمبرة ثم ثانيا هذا التجمع الذي يندر أن تجد فيه مثل هذه الثقافات تتلاقح أنت تعرف الثقافات من كل الدول كل الدول المعتمدة لدى المملكة الأردنية الهاشمية هي موجودة الآن في هذا المكان سواء كان بثقافتها على مستوى الأزياء على مستوى العادات على مستوى التقاليد على مستوى الثقافات على مستوى القراءات على مستوى الطعام نفسه هو في حد ذاته تعبيرا عن هذه الثقافات وعن أن الأردن هو يجمع كل هذه في مكان واحد فهذا أمر يعني يطيب لنا أن نكون من أحد الذين شاركوا في هذا اليوم الذي هو يعني زي ما شفتوا يعني السفير السوداني للأردن ركز على العديد من الأمور يعني أهميتها تلاحم الشعوب العربية تبادل الثقافات هذا الشيء اليوم الملتقى اللي احنا فيه شكرا الملتقى اللي احنا فيه اليوم هو مش ملتقى فقط تبادل ثقافي بل تلاحم الشعوب مع بعض وتقارب الشعوب مع بعض. نكمل احنا كنا عند نحكي ان كنا عند اللية خلينا نروح عند اللية
لأنه ريحتها غيبتني. خلينا ننتقل. نعم. بدنا نحكي أكثر عن اللي طبعا في عدد كبير اليوم من الزوار للبازار السوداني، يعني هذا الشيء دليل على انه اليوم قديش اكلاتهم طيبه، اكلاتهم حلوه، وانا متاكد انه الريحه هم اللي جابتهم. الريحه ايش هي اللي جابتهم؟ صح، احكي لنا شو هذا الشيء سيدي. استاذ العزيز، دي سلات سوداني، لحمه خروف لحم خروف استاذي، في تتبيله خاصه لهم، وبعدين في عيش خاص فيه كمان استاذ العزيز، تتبيلته خاصه بتعمل على الحجر، بيكون يتقلل فحم من تحت استاذي، فحم من تحت، وبكون الحجر من فوق لهم، فطعمه بيكون كتير مميز. اوكي، لانه الاسبايسز بتاعه يعني كتير فريد، يعني مش يعني مثلا كمون كزبره وكده، بس طعمه كتير طيب وشارب عجبكم. عندنا 4-5 انواع بالنسبه للشيء السودانيه، كمان مميزين كتير باللحم بالذات. يعني صح، يعني اليوم الدليل على كلامه اللي كان يحكيه الجمعه اللي هي حوالين ريحه اللحم، حقيقه رائعه جدا، وبيشتغلوها بخبره عاليه كثير، وراح نكمل احنا اكثر، مش راح نوقف هون. حاب تحكي شيء؟ نعم استاذي، عندنا كمان هنا عصائر استاذ العزيز، عصائر سودانيه مميزه كثير. عصائر سودانيه. نعم استاذي، فريده في نوعها تماما. عندنا مثلا الكركديه، يعني كركديه سوداني. سوداني 100%. لانه مميز عن باقي الكركديه في الوطن العربي مثلا. عندنا كمان في نبته ثانيه اسمها جونجوليس، بقولها من شجره تبلدي. هي مكونة من الياف وكده، طبعا مميزة كثير كثير استاذي، مفيدة كمان لمية شغلة، يعني بجسم الإنسان مثلا، عارف كيف؟ أي نعم، يعني ممكن يتحط معها مثلا أي نكهات تانية مثلا جوافة، مانجا، موز، أوكي، بس مميزة كثير ومفيدة كمان. شكرا، وياريت تذوقوها وتدون. شكرا رأيك. شكرا كثير. يعني اليوم لحوم، دجاج، حلويات، مشروبات، كثير في شغلات مفيدة. يلا بدنا ننتقل من هون السودان، خليكم معنا تشوفوا وين بدنا نسافر، خليكم معنا. جينا من السودان للعراق عشان نجرب القهوة العراقية. يعني قهوة صراحة قريبة كثير للقهوة الأردنية، زاكية ووجوه طيبة، وهسا بدنا نفوت لحتى شوف شو في أكلات مميزة عند أهلنا وأشقائنا في العراق. يلا بدي أجرب أنا، ما بديش. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب كثير هيك، بس مش كثير حامض. لا، هو هذا بيجي فيه شايط، هذا نسبة شايط، هذا لبن أربيل بيجي فيه زي طعم الحرق يعني، بس برضو مثل ما حكيت لك إنه هذا من مزرعتنا، والعجل من مزرعتنا، والخروف مزرعتنا، مطعم الأوائل. أنا إلي 13 سنة مع الجالية العراقية، بصراحة مطبخهم يعني مدرسة، مطبخهم فيه ثقافة. هلا مو كل الناس تقبل المطبخ العراقي، بس إذا بدك تطلع فعلياً يا أخي بيحطوا شغلات عليه إحنا الأردنيين ما منحطها، يعني سمنة الحلوب على الرز تنكتها يمكن $400 بتوصل سعرها. فالمطبخ سعرها، المطبخ يعني اللي بيقصد فيه إنه في كثير أصناف سعرها غالي، يعني من إحدى الأصناف بتصل $400. هذا السمنة بس. بس السمنة، فالتكلفة عالية جدا. عندك الخروف، الخروف ما بياكل أي خروف، عندنا مهندس غذائي بيتابعه دكتور بيطري بيلقحه. هلا بنجيب الخرفان لأنه معلمنا عراقي قديم من أساطير العراق، أوائل العراق، من البداية بيبدأ إنه بجيب الخروف بياخذ لقاح بنحط لحاله 21 يوم، مهندس غذائي بيتابع أكله، وحتى الأبقار نفس الشيء. فإنه ثقافة مهنة هاي، والعراقيين متميزين فيها بمطبخهم. وشكرا لك، شرفنا فيك. شكرا كثير. يعني احنا في
مطعم الشقيقة الدولة الشقيقة العراق. خلينا نشوف وين ممكن نسافر، خليكم معنا. طبعا احنا كنا في العراق واحنا حاليا في كندا. بنحكي اكثر، شو بتقدموا اليوم؟ شو الحلويات الموجودة اليوم اللي بتقدموها؟ هلا انت لما تحكي عن كندا، كندا هي الميبل سيرب، كندا مشهورين بالميبل سيرب. ميبل سيرب هو السكر الصحي المستخرج من الشجر، شايف كيف؟ فالمميز عندهم الميبل سيرب، هو احنا طبعا بيعملوا منه حلويات الميبل تارت، شايف، وميبل كيكس، في ميبل كوفي، وبرضه ميبل بانكيكس، شايف، هذا هو الميبل سيرب، شايف. وفي بنباع منه على شكل كوكيز كعك، تمام، او بنباع منه علب صغيره زي هيك. فهو بالنسبه لهم هذا هو، يعني هم ميبل، هو طبعا موسم استخراجه من الشجر ما بين شهر 4 وشهر 6، فهو يعني زي موسم، اذا بدك تقارنه زي موسم الزيتون عندنا بالبلاد العربيه، شايف. فهو الشيء اللي بقدمه فيه البلد، عرفت كيف؟ بالنسبه بفوت طبعا بفوت عاده بالحلو، او بنشرب لحاله، او حتى مع بعض الطبخات الموالح هم برضه بيعملوه بالباربيكيو. فهذه هي يعني هل كل منتجات الميبل سيرب موجوده هون بالبوث الكندي. يعني لفتتني انه اليوم قاعدين بيبرزوا هويتهم من خلال يعني الشجره موجوده. يعني هذه ورقه الشجر هي ورقه شجره الميبل اللي بيستخلصوا منها هذا السيرب، شايف كيف؟ فهي اصلا شعار البلد نفسه هو عباره عن ورقه شجره الميبل، هو نفسه هو هويه البلد. فهم دائما بتلاقيه بدخلوه بكل شيء، يعني حتى بالمنتجات بتلاقيه موجود، اللي هي ورقه شجره الميبل اللي هي هذه بالاخرها، ومستخلصوه هذا 100% بيور كنديان ميبل، غير طبعا غير السيرب الامريكي اللي بيكون اغلبه سكر، وبيكون 3% يمكن منه ميبل، هذا سكر طبيعي 100%، ما في اي مكونات ثانيه، بيستخرجوه من الشجره، من قلب الشجره هي نفسها، وبس يعني بيعالجوه بالحراره بحيث انه يصير سائل، هذه هي. وبنباع بالمحلات بتلاقيه بهذا الشكل، او بتلاقيه باناني صغيره زي هذه. وهذا طبعا بتلاقيه هم بحطوه بالحلويات اللي بيعملوها، حلويات موسميه، هاي بيعتبروها حلويات الخريف، عرفت كيف؟ دائما يعني بتعطي دفى، بتدي الحلو دائما بعطي دفى، وبعطي يعني وصحي بالاخر، سكر صحي يعتبر. شكرا لك، شكرا لك. يعني كالمعتاد، يعني اي دوله بتكون متواجد فيها في لها ثقافه معينه، لها ثقافه مخصصه. يعني اليوم بحكي لنا انه هاي هي كلياتها مبنيه على ثقافه، اظهار ثقافتهم من ناحيه انه الورقه اللي هي بتنزل في الخريف. شو اسم الشجره؟ ميبل، او بالعربي بسموها القيقب، هي شجره طيب. القيقب طيب. نعم، فهي ثقافه الكنديه. خلينا نشوف كمان ثقافات، خليكم معنا. دار جربوا اكلات كثير صراحه، انا هاي اكثر طاوله مميزه شفتها، لانه الطاوله متواجد عليها اكثر من دوله، او يعني واضح انهم كثير فضوليين بيحبوا الاكل، وعفويين جدا وناس لطيفين، فاحنا بدنا ناخذ معهم هيك لقاءات هيك عفويه جدا بدون اي تخطيط مسبق، كل واحد بيرمي على الثاني. احكي لي بس، اشري لي على ايش الاكل؟ عراق، اندونيسيا، السودان كان فيه خلص، استراليا، اليمن، تايلاند، يعني كل شيء عم نجرب. العراق حكينا، عراق شو بتاكل سيدي؟ نودلز مع دجاج، مش عارف صراحه، مش عارف شو اسمه. من وين؟ من تايلاند. من تايلاند، رحت على تايلاند وجيت يعني 100%. كيف شعورك وانت يعني كل شيء قريب منك؟ اذا خاطر في بالك حاب تاكل الاكل العراقي، الاكل المصري، الاكل كذا، فانت خطوتين بتكون متواجد. احكي لنا عن اهميه وجود هيك وزارات. مهم جدا، يعني التنوع الغذائي بشكل عام مهم جدا، ما نكونش بناكل بس برجرز وشاورما عمان صفت، بس برجرز وشاورما، فهلا صفى في كثير عندنا خيارات اكثر. حلو حلو، مهم مهم، يعني مهم. سافرنا بدون فيزا. بالضبط. احكي لي شو سافرنا بدون فيزا بس. ليش كلفت؟ ولا إشي. حق الاكل بس، ثلاثة على الباب. بالضبط. ريته صحه وعافيه، يعني زي ما حكينا لكم، صحه سيدي، زي ما حكينا لكم، ناس كثير لطيفين وطاولتهم جدا متنوعه ومليئه. الان الرجل، في شخص خلف الكاميرا مستحي، فاحكي لنا، ماسك سكين وشوكه بايده ومش راضي يطلع. طعمونا يا
فاحنا راح نكمل جولاتنا، خليكم معنا، شكرا لكم، صحة وعافية. نعم يا جماعة، زي ما شفتوا يعني زي ما وعدناكم في البداية، هذا التقرير كان عابر للزمن وللقارات، شفنا كثير ثقافات فعلا كانت حلوة وجميلة، وتعرفنا على ناس من كافة دول العالم. فاحكولنا انتم كمان كمشاهدين، واستاذ خالد احكولنا شو اكثر اكلة حبيتوها، واي او في اي دولة استمتعتوا اكثر. كان معكم راشد المعايطة، الحقيقة الدولية.